بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن الشبابي، نظم مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون ندوة اختصت بعرض تجارب شبابية متميزة لها بصمة واضحة في المجتمع. نعم حسين، فالمتحدثون في الندوة استعرضوا تجاربهم ونجاحاتهم والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في المجتمع الخليجي. تجارب ثرية، تخصصات متميزة استعرضها أصحابها في ندوة تجارب شبابية والتي أقيمت ضمن سلسلة الندوات التي يقدمها مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، حيث استعرض المتحدثون نجاحاتهم التي حققوها بالمثابرة والإبداع، وكان الإعلام المساهم الأول في هذه النجاحات. الهدف الرئيسي من هذه الندوة هو نقل التجربة للشباب القادمين. اليوم التحدي ما هو صعب على أنك توصل لمراحل مرتفعة، اليوم تحديك فقط مع ذاتك ومع نفسك. كثير من الشباب نسمعهم فلان محظوظ، فلان عنده واسطة، فلان عنده شغلة فلانية، لا لا لا، هو عنده واسطة أنه عمل على نفسه وعنده قوة والطموح أنه طور من مواهبه وقدراته أنه يوصل المكان اللي هو فيه. فاليوم رسالتي لكل الشباب، ركز، طور، حط هدف أمامك واضح، راح توصل بحول الله تعالى. الجلسة هذه مفيدة، نحن نشوف تجارب مختلفة من ناس لهم خلفيات مختلفة. أنا بديت من الهندسة، واحد ثاني بادي من الصيدلانة، واحد دخل كان في قسم الإعلام، فكل واحد كان له تجربة مختلفة، بداية مختلفة، طريقة مختلفة في صنع التأثير الإيجابي. إحنا هدفنا كلنا اللي موجودين إن إحنا نصنع تأثير إيجابي لشعوب المنطقة. شباب خليجي سطر نجاحات لافتة على مستوى الوطن العربي، بل إن البعض منهم وصل إلى العالمية كونه شخص مؤثر بشكل إيجابي في المجتمع من خلال الأفكار التي يطرحها عبر الوسائل الإعلامية المختلفة. تجارب شبابية لها تأثير واسع على الشباب اللي مقبلين على دخول عالم السوشيال ميديا، يعني من خلال هذه التجارب هم ممكن يأخذون المهارات اللي غيرهم كسبها أو يتجنبون بعض الأمور اللي غيرهم كان فيها، بحيث أن هم يحصلون الخلاصة الطيبة اللي تنمي مهاراتهم في المجال، وبعد ذلك يكملون مشوارهم إن شاء الله. من وجهة نظري الشخصية أن الجهات الحكومية والخاصة أتمنى أنها تحتضن كل هذه الشباب في كافة المجالات، بحيث أن هم يعطونهم البيئة المناسبة للإبداع. بصمة واضحة في المجتمع وضعها شباب الخليج العربي من خلال الخبرات التي يمتلكها والإبداعات التي يسطرها في مختلف المجالات. في هذه الندوة استعرض المتحدثون عددا من التجارب الشبابية الناجحة والتي تركت أثرا إيجابيا في المجتمع وساهمت في تغيير أفكاره وتوجهاته بما يتناسب مع المتغيرات التي رسمها الجيل الحالي. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.